انا الحقيقه انا 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 يمكن ما ودي ابتسم لكن اعمل عشان هم يبتسمون اكثر. انا هدفي اساسا هو ابتسامه الجمهور الهلالي. تضحك الدنيا بعيني لابتسم، يرسم البسمه على شفاه رسم، هم يرضيني وانا همي رضاه. بالواسطة الشيء اللي يخصني أنا، يخصني أنا شخصيا أقبل بالواسطة، بس يخص الهلال أنا ما هذا جمهور، يعني أنا ما أملك كرامة جمهور الهلال كاملة ولا كرامة النادي كاملة. يا عسانا من بعض ما نلحق.